باش نحكيو على طول العام يقول لك التونسي ما عادش متنفس محبل على الجرارة، يقول لك قرايه الصغار في الشتاء ثم عطل مدرسيه، من بعد يجي الصيف، الصيف معناتها ثم البحورات ثم الاعراس ثم باش نحكيو زاد حتى على رمضان، عيد كبير عيد صغير على جرد بعض، وثم ايضا في الاخر نختتموا بالعوده المدرسيه، وهذاك على طول العام هكاك التونسي. اليوم انت كيفاش تتعامل مع المناسبات هذه كل بمختلف انواعها؟ المناسبات هذه يكون نتعامل بمختلف انواعها، هي فما شويه حكمه راهو شويه نظام، اعرف يعني كيما ريت النمله اللي تخبي في الشتاء باش تخبي في الصيف للشتاء، يلزمك تخبي في الشتاء للصيف. فهمتني؟ التونسي في ظل الظروف هذه غلاء المعيشه ارتفاع الاسعار يخبي، شو نقول لك فاش يخبي؟ كان بكري يخبي في داره، تو ما عادش خالط، الدنيا غليت فهمتني، والولات المناسبات ورا بعضها. يعني خرجنا من رمضان جا عيد صغير، من عيد صغير جا بخوت ربي عيد الكبير، من عيد الكبير جا هاو الرونتري والمولد مع بعضهم، فهمتني؟ وأوراق الضو والغاز والماء ما نحكيوش عليهم كلهم مع بعضهم، يشوفوا المناسبات، فهمتني؟ وإن شاء الله التونسي يعرف فاش يصرف، أما تو العباد كل براسك نقول لك باش عايشة بالقروض راه، قرض يمشي قرض يجي، كان مش من راجل ياخذ المرأة تاخذ، والدنيا باش ينجموا يعيشوا ويعيشوا كالصغار مساكن يفرهدوهم يفرحوهم. فهمتني؟ اما حد براسك تونس، وان شاء الله تونس ديما خضراء والناس ديما هكا معبيه وفرحانه فيها، وان شاء الله كل شيء ينقص، الغله والخضر كما كانوا كنا نشري فيهم رخاص قبل، كان انا شريت الموز الكيلو ب 15100، توا الكيلو ب 16000 كيلو الموز، شنو اللي زاد؟ البنان هي شجره واحده، شنو باش يجروها ولا تبصوا هذاك؟ وطماطم هيك هي الفلاح هذاك، ممكن لازم داغليت والكل. فهمتني؟ اما مش بالتوب هذيك، فهمتني؟ وان شاء الله ربي يجريها لصلاح تونس، وان شاء الله الشعب يعيش، ان شاء الله ام محمد كلها فرحانه. باش نحكيو، خلينا نحكيو على المناسبات نتاع الافراح، نحكيو على العروسات، على مناسبات الفرحات بصفه عامه. اليوم التونسي مجبر انه ياخذ بالخاطر ويمشي في ظل الظروف اللي نحكيو عليها. والله اسمعني اختي نقول لك، التونسي مجبر باش يمشي في الريتم هذاك، حتى مش على خاطر هو، مثلا خاطر بنته تقول لك انا شبي صاحبتي عملتك، شبيني انا يا بابا ما نعمل شك، نعمل حتى اقل من هكا بشوي، اما مش بلا جم يعني واحد ولا عند في الاخر راه هون عتي. ومجبوره انك تمشي معناتها للفروحات كل المناسبات بتاع الافراح كل مجبوره، ولا تنجم ثم حاجات ما تمشي؟ انا كي نجم نمشي نمشي، وياخو بخاطر اللي استدعاني، وكي ما نجمش عندي اسبابي ما نجمش. وزاد راهو عيب كي واحد جاك ما تمشيلوش، وعيب اللي جاي يعطيك الفلوس وما ترجعلوش، حتى لو كنت انت ماكش قادره انك ترجع وتعطي. حتى وكان مش قادره يلزمني نمشي. كيفاش تعمل كي يبدا معناش تتسلف؟ اي تتسلف، يتسلفوا باش يرجعوا، خاطر انا وقتها انت كي جيتني انا وقتها ما يسالش النجم، تو امكانياتي ما تنجمش نسلف من عند جاره من عند خويا من عند، ومن بعد انا كي نكمل نرجع للمراه هذيك، من بعد انا نرجع لخويا ولا لك الجار. الدنيا راهي صعبه، هما السلف ولا الا من القرضات ماناش خارجين، من الدين من الدين ماناش خارجين، وربي يخلص ديون الناس الكل، ديون تونس والحمد لله، ان شاء الله ديما تونس. عندك مناسب انت اليوم ولا وقت؟ انا عندي عرس ولد اختي اللي كان سبتمبر، مالها تحضيرات بدات على بكري، والعائله كل تتشرط تشري لي، والعائله الكل يحبوا ماذا بهم، الكل كي بعضهم ماذا بهم، كل شيء كيف كيف بيان فيني، فهمتني؟ وربي يكون في العون. خلينا نسالوك حسب التقريب قداش خسرت تحضيرات التو في عائلتك انت برا؟ والله يجي نقول لك ريت تو باش تمشي تكري روبا، هاني دورتهم انا باش تكري روبا من تحت 350 باش تاخذ روبا، روبا مش روبا روبا راه، فهمتني؟ حاجه اي ساعتين من زمان. بتقول انا نشريها ب 350 وما نكريهاش بساعتي. وتقعد لي انا، فهمتني؟ علاش خدك فما كومبيريسون؟ تو واحد يعرف كيفاش يخمم، كيفاش يتكتك، كيفاش باش ينجم يعيش من الاخر. وحمد لله. الحلول قليل بكر ملايين. الحلول قليل بكر ملايين، القليله ولا اللي تيما مش تجيب. انا عملت كي صاحبتي ما كانش لي. فهمت عني بنت اختي باش تعرس؟ ملي تقدر يا سنده؟ قلت لها انا. تقولي لي نعمل كيما صحابي. حب تكلف روحها يعني وهي ماهيش قادره، معناتها مصاريف. عايشه دلوله، عايشه بطفله بعينيها محلوله. تو كيف انا يعني عندها. عندها ما عندهاش. أم عندها كادوات يرجع لها كادواتها. وعندي عرس واحدة بولدي بتاع صاحبتي ولدها. يعلم الله زاد كيفاش عمل. يعني يلزم تمشي لهم العرس وكل عندي. عندنا وائل فاضل زاد ماشي عرس. كيف كيش؟ يعني يلزم مصاريف كبيرة. مصاريف كبيرة. منين نجيب هذايا كل؟ وما مش خدمة، منين باش نجيب لها أنا؟
يا خالتي يا خالتي يا خالتي، هذا يقول لها يا خالتي شنو نعمل تروح ويعمل ربي ذاك هو يعمل ربي مليح راه والكاتب يستنى راه ان شاء الله فرحتك انت زياده كانك شعري زي نايم. نعمل تحيه ما سالش نعمل تحيه لمدام كرام بن منصور سعد زق العربي، تحيه لسعاد بن منصور هي واولادها وبناتها وسي فيصل بن منصور عايش هذوما شمه هذوما حبايبي ربي 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 يرزقني بيهم ربي سبحانه يعني اقاربك من العائله ولا ناس لا ناس ربي يرزقني بيهم خاصك يعني ناس خير ناس خير سي فايزه بن منصور وعائلته الكل الله يرحم والدين والديه ومدام كرام بن منصور الله يبارك لها في اللي تعمل فيه وفي اللي تقضي فيه هي ورجلها ويرحم والدي يعني مازال الخير في الدنيا وما زال خير في الدنيا يرحم والديهم كرام بن منصور هي واخواتها ونساب هزيني في الدنيا يرحم والديها انا عندي ولادي التيم وما هزيني ربي سبحانه يرزقني بيهم وكل ما نقولها ربي فضل سي فايزه بن منصور